السلام عليكم. مادة قراءتي للصف الأول الابتدائي، الموضوع هيا نتعلمه. قبل ما نبدأ بالموضوع الجديد، أراجع الموضوع السابق من خلال البطاقات الملونة. الموضوع كان آمنة تقرأ القرآن. كان بينه حركة جديدة، هي حركة المادة. حركة المادة، بدل ما نكتب الهمزة والآ، كتبنا آه بس وخلينا فوق المادة اللي قلنا تشبه جنح الطير، مثل هوني آمين. قبل ما نخلي المادة كنا نكتب همزة وآه، تصير آمين، شلنا الهمزة بس ظلت الآه، خلينا فوق مادة صارت آمين. القرآن، القرآن، يلا تتجهوا تكتبوا معي. القرآن، مآرب، مآرب، آدم، آدم، آمنة، آمنة. هسا راجع مرة له الكلمات. آمين. القرآن، مآرب، آدم، آمنة. هسا انتهينا من مراجعة الدرس السابق اللي هو كان آمنة تقرأ القرآن. هسه نبدأ بالموضوع الجديد، هيا نتعلمه. الموضوع الجديد ما بينه لا حركة جديدة ولا حرف جديد. يعني قلت لكم الحمد لله خلصنا القراءة كلها، الحركات أخذناها كلها، والحروف الجديدة كلها أخذناها. هسه هذا موضوع بينو بقى أشكن، أخذنا حروف لازم كلها تعرفون تقروها هي وحركاتها. يلا اسم الموضوع هيا نتعلمه. هذا المعلم هو قي علم التلاميذ. هيا نتعلمه اسم الموضوع. نكتب الموضوع هيا، هيا، ها، هيا، هيا، ها، هيا، هيا. اكتبوها يلا انتم زي معاي بالهوا. هيا ن ت ع ل، شدة وفتحة، نتعلم. يلا اكتبوها كل الجملة. هيا نتعلم، هيا نتعلم. قال، قال، قال المعلم، المعلم، هون الكسرة خليناها جوا الشدة، لأن أكو على الحرف شدة، ما نطيق نخلي الكسرة هون جوا المعلم، لأن أكو شدة على الحرف نخلي الكسرة جواها. قال المعلم لي، لي، ت، لي، ت، ل، مي، ذه. لي، ت، ل، مي، ذه. قال المعلم لتلاميذه هيا، 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 نتعلم، نتعلم، شدة وفتحة، نتعلم، هيا نتعلم. فارزة يعني بعد يحكي معاهم. هيا نتعلم، نقرأ، نقرأ، أو نقرأ، أو نقرأ، و نكتب، و نكتب. تهجوها انت مجي. هذا الجزء الأول من الدرس، دا نقرانه نتهجانه مرة الأخ. هيا، هيا،
نتعلم، هيا نتعلم. قال المعلم، المعلم لتلاميذه، هيا نتعلم، هيا نتعلم. نقرأ ونكتب، نقرأ ونكتب. هاي الضمة شوية نقصها من هوني. نقرأ ونكتب. شاتم نقرأ نمرتلخ الموضوع. هيا نتعلم، هيا نتعلم. قال المعلم لتلاميذه، هيا نتعلم. نقرأ ونكتب. أريد أنتم هكذا تقرون وتتهجون. هيا نتعلم. قال المعلم لتلاميذه، هيا نتعلم. نقرأ ونكتب. بس انتهى الجزء الأول. شكرا يا حلوين.